عمومي متعدد الأغراض، تضعه وكالة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت تصرف سكان الولاية. حاكم الولاية بشار علي سليمان شكر رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبيت نو على جهوده الرامية إلى تنمية مايوكي شرق، وأشار إلى أهمية التكنولوجيا في الحياة اليومية للإنسان. أما وزير البريد والاقتصاد الرقمي إدريس صالح بشر قال إن المقر الجديد يفتح للتلاميذ والباحثين آفاقا جديدة للبحث ومعالجة المعلومات والحصول على الأخبار وتطوير الاقتصاد الرقمي، وأكد أن البلاد قد تعهدت للعمل في القطاع الرقمي، وذلك يستدعي تضافر الجهود والتفاني في العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي لن تكون واقعية دون الاستغلال الأمثل لشبكات الإنترنت. المدير العام لوكالة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال أصيل محمد أصيل شرح محتويات هذا المقر وقال إن هذا المركز يجسد الرؤية الواضحة لمشير تشاد إدريس ديبيت نو التي تسعى إلى تسريع وتيرة التنمية عبر دعم الابتكارات وتوفير الآليات الرقمية في كل القطاعات. بعد ذلك قام الوفد الوزاري بقطع الشريط إذانا بالافتتاح الرسمي للمركز والوقوف على المرافق المختلفة للمبنى والمتمثلة في صالة للتدريب ومقهى للإنترنت وصالة للاجتماعات ومرافق أخرى.